خاصة كيف ما قلنا اللي الرقم قابل للارتفاع، ولكن ماذا بينا النسق يرتفع أكثر، على خاطر حتى كان باش يقعدوا بالنسق هذايا يقعد ديما مش الرقم المأمول هكا، ولا لا يا سي أنيس؟ اي اكيد احنا نوجه دعوه للتوانسه الكل. نعاود نذكر اللي التلقيح اليوم مفتوح لكافه التوانسه اللي عمرهم 40 سنه وما اكثر، مهما كانت حالتهم، قيدوا ما قيدوش، ما جاهم اس ام اس، تخلفوا على موعد يمشيوا يلقحوا، وحتى كانوا مساجلين في منطقه هما متواجدين تو في منطقه اخرى، كيف كيف ينجموا يمشيوا يلقحوا. الفئه العمريه 18 39 سنه هو التذكير في تلقيحهم الجرعه نتاع 15 أوت، وهذا حاجة مهمة باش نذكروها، واحنا نستغلوا الفضاءات العالمية كيفكم باش نوصلوا إلى التلقيح جرعتين، وراو اللي يعمل جرعة واحدة في التلقيح اللي تستوجب جرعتين راهو تلقيحه نقص وما استكملتش المناعة نتاعو. هيك علاش تلقيح الكل تطلب جرعتين ما عدا جونسون جونسون هيك علاش معنيين باليوم؟ ماهوش معني اليوم، نحكيو على موديرنا يلزمهم يكملوا التلقيح نتاعهم. الفئة الأخرى واحنا الكلنا وحتى كان نجم نتكلم مش حتى كعضو في لجنة التلقيح كولي، هما الفئة اللي هما باش يدخلوا يقراوا، وإحنا نحضروا في العودة المدرسية ال 15 16 17 سنة اللي ماذا بينا أولادنا يرجعوا يقراوا بنسق طبيعي ونسق يتماشى مع ما يلزموا باش ياخذوا المخزون التعليمي. هيك علاش ندعيهم كيما عملنا الفترة الأخرى حملة في الموضوع هذا، المرة هذيا كيف كيف مفتوحة اليوم يمشيوا يتوجهوا مقيد ولا مش مقيد، يجيب تصريح الولي نتاعو ويمشي يلقح. وهذايا زاد معاملين على تفاهم الأولياء في الموضوع هذايا باش يلقحوا صغيرات. بربي لهناس يا أنيس، وبما أن نحن حكينا على يعني انتظاراتنا من الناس اللي خذوا الجرعة الأولى ومطالبين اليوم باش ياخذوا الجرعة الثانية، وفما نقص في الإقبال فيما يخصهم هما، وكي نشوفوا البلاغ نشوفوا يرجع حتى اليوم 20 اللي تلقاو تلقيح يوم 20 جويليا، نشوفوا للمده ولات توا يعني تخوف شويه لا يخسروا ايجابيات التلقيح بشكل عام، بما انهم فما فتره تحكم فيك باش تعاود الرابيل، وهذا معناها تنبيه ليهم او ربما رساله منا ليهم انه راهو ما تنجمش توخر قد ما تحب، ماهوش مفتوح المجال قد ما تحب. اكيد اكيد، واحنا علاش ذكرنا يوم 20 بالخصوص لان فما عدد من التوانسه اللي لقحوا نهار 20 وما جاهمش التذكير. فماش الرقم قداش ناقصين نسبة قداش؟ والله ما عنديش انا الرقم عندي انا، ولكن نجم نسأل عليه، ولكن فما عدد من التوانسه اللي ما جاهمش الابيل، وهيك علاش طلبنا منهم باش يتوجهوا اليوم. ولكن كما قال السيد الوزير راهو من نهار 8 اوت وما قبله، معناتها نجم يكون واحد عمل التلقيح نتاعو نهار 1 اوت ونسى ولا ما مشاش للموعد التذكير نتاعو يجي اليوم. معناتها التذكير يهم كل العباد اللي تلقحوا عمرهم اكثر من 40 سنه، ونأكد عمرهم اكثر من 40 سنه، خذوا الجرعه الاولى من نسخة زينيكا قبل نهار 8 اوت، قبل حتى نهار 8 اوت، يعني حتى اللي خذاو يوم 20 جويليا مرحبا بهم، هما معنيين اليوم اذا ما خذاوش الجرعه الثانيه باش يتوجهوا. بالنسبه للفتره احنا في تونس نعتمدوا فتره بين 4 أسابيع إلى 6 أسابيع، ولكن بالنسبه للفتره الفاصله في أسترازينيكا نجم تخلط حتى ال 12 اسبوع بدون ما ياثر على نجاعه التلقيح. هكا علاش ما نخوفوهمش باش نقولوا خاطر تو فات موعد نتاعك تو باقي تنجم تعمل الجرعه الثانيه. فما بلدان استعملت 12 اسبوع، احنا نفضلوا باش يكونوا بين 4 أو 6 أسابيع، ولكن حتى كان وقت ما فماش مشكلة يجيو وراهم مازال الموعد نتاعهم صالح. نرجع معك دكتورة رافلة، وكما كنت تسمع نحن وصلنا تقريبا 300 ألف أو فتنا شوية بالنسبة إلى حد التوقيت هذايا، مازال شوية وقت يعني نجم نقولوا ساعتين ونص تقريبا بالنسبة لليوم، مقابل الفئات اللي تفتحت لها اليوم المجال أنها تمشي تلقح الرقم مازال نستناو يكون أكثر من هكا. شنو تقول للفئات العمرية بمختلفها اللي مفتوح لها اليوم التلقيح؟ نجم نقول لي انا خاطر انا كنت توا في مركز تاع تلقيح في الصباح، معناتها ما بين 8 حتى 9 والعشرة ما تعبيتش، معناتها ملي بداو من 11 اللي جاو، معناتها الارقام محقق باش نجموا نزيدوا نعملوا اكثر، ويظل لي الفتره سورتو اليوم ما فماش برشا سخانه، راهو الدنيا مش سخونه القايله، فماش قايله كلي ربما تبخل ولا حاجه. لا انا معناتها تفطنت اللي
بداو يجيو من 10:30 الفوق، من 11 هما الفوق، دونك اللي باش نوصلوا له ان شاء الله انا واثقه اللي باش نتعديو الرقم. معناتها هما كانوا عملنا وقتها نهار 15 اوت حسب التقريب 500,000 وحاجه كيما هكا دون لي 600,000. نجموا اليوم فما امكانيه انا نوصلوا، انا نوصلوا. انا اللي حبيت نقول سي كو بخلاف هذا راهو اليوم مفتوح اللي ما بين 18 و 40 سنة، وزيد هو مفتوح للشرايح الأعمار الأخرى اللي فوق ال 40 سنة. ومفتوح زيد كما اللي كان يقول أنيس، الناس اللي خذاو لو 20 جويي، لو فامو 20 جويي، أنا قبيلة بركة فما جاي والناس هما تلقاهم ما تقيدوش، وقيدناهم ولقحنا لهم أون طونك خذاو الجرعة الثانية نتاعهم والجرعة الأولانية نتاعهم باش تتقايد. معناتها أنا نقول اللي محقق بخلاف الأرقام، بما أن احنا ولينا متفتحين، معناتها اللي يجي حتى اللي أربع خمس أيام عنده موعد، توا أربع خمس أيام موعد نتاع الجرعة الثانية، بالإمكانية اليوم باش نلقحوا له. دونك من هنا اللي وقت نعملوا تحيين البيانات باش نخلطوا للرقم هذا ان شاء الله. هو حتى الاسبوع الفارت من الاول كاين هكا في ال 200,000 وغيره، وبعد كي تكمل الارقام الكل تتجمع وكل وصلنا للرقم، وصلنا معناتها الهدف. انا نحب نرجع على الجرعه ما بين، معناتها الوقت ما بين الجرعه والجرعه. احنا تلقيح مش اليوم بركه بدينا، تعرفوا صغار نلقحوا لهم. ولان دي برانسيب اللي يقول لك ما عادش قبل دون لو طون كانوا كي تعدي الشهرين ولا ثلاثة شهور ما بين الجرعه الاولى والجرعه الثانيه، وقتها صغير نعاودوا له التلقيح. ليه؟ هو البدن لوغانيزم يغارد اون ميموار كيل كو سوا ما بين الجرعه والجرعه. صحيح ما يلزمش تبعد برشا، خاطر علاش ما يلزمناش نبعد برشا؟ على خاطر احنا نعملوا الجرعه الثانيه باش نمتنوا الحمايه. كان انت توخر على الجرعه ما تو با اتر بروتيجي، معناتها تنجم تمرض، خاطر جرعه واحده ما تخليكش محمي. يلزم تخلط لو ماكسيموم باش تعمل الجرعه في لا مويان ما بين اربع اسبوعات والا اربع الى جوسكا ثمانيه انت والتلقيح. دونك اللي عملوا تلقيح وما جاتهمش ارساليه، نطلبوا منهم باش يمشيوا لاقرب مركز، لربما ما تقيدوش، لربما تقيد جرعه واحده، لربما ما يقعدوا يعيطوا لهم خاطر هما يجيونا اليوم مش بيني انا قيدتوني انا اليوم الجرعه الاولى راهي الجرعه الثانيه. هي مناسبه باش نصلحوا على الايفاكس اللي هو خذا الجرعه الاولى سواء لو 15 سواء افون لو 15، كو سوا الفئات العمريه الكل. اليوم زاد لاحظت فيما يخص ال 15 16 و17 سنه اللي احنا لقحنا لهم وقتها وصلنا ببخي 125,000 اللي باش يدخلوا للمدرسه. اليوم جاو زاد وقاعدين مع الوالدين نتاعهم. ريت معناتها الام والبو والولد الثلاثه جايين باش يلقحوا، هو باش يقيد الولد وهو عنده رانديفو كي لاغاتي باش يلقح، ومرته يمكن ولا الام هي باش تلقح عندها موعد. معناتها انا نقول لو فات اللي احنا تقييمكم للنسبه مبدئيا يعني للفئه العمريه هذه، انا يظهر لي الفئه هي محترمه وبالفئه العمريه هذه، خاطر هما ما همش وحدهم، لازمهم يجي مع الولي، وعلى خاطر الولي لازم يكون عنده الاسم اللي مضمون باش نجموا نقيدوه مليح. مش بضروره مضمون يعني يقولوا حتى اي ورقه حتى البيتاد نوت نتاعو ينجم يقيد. هما فينالمون احنا نقيدوهم ومن بعد نصلحوا، خاطر كي ما نلقاوش مشكله في التقييد فينالمون نقيدوا ناخذوا هويه ومن بعد نصلحوا. خاطر باش تتقيد يلزم تاخذ على ثلاثه كيفاش قيدتوا انت في المره الاولانيه وقت اللي معناتها في المضمون هذيك هو الصحيح. ينجم الاسم اللي يعطيهولك والاسم الام والاسم الجد يكون مش هذاك هو مقيد. على معناتها زاد كيما فما الناس اللي يجيو مثلا ياخذوا الشهاده نتاع التلقيح
ساعات يجيو شهادة تلقيح كلها مكتوبة بالعربي، كلها مكتوبة بالفرنسية بالسوري، كان الاسم مكتوب بالعربي. هو علاش؟ خاطر عمره ما جبتش شهادة مضمون بالفرنسية، سو كيفي كو لو سيستيم ما يعرفوش شو اسمه ديزون بالسوري، ولذا يلزمو يمشي للبلدية في السجل نتاع الحالة المدنية، يكتب اسمه بالسوري، ومن بعد اوتوماتيكمون سيستيماتيكمون تخرج له اتيستاسيون هذيك بالسوري. بالنسبة للفئة العمرية هذه الصغار دكتورة، تشوفش اللي نحن توا مازالت أيام قليلة على العودة المدرسية، يعني قريب قريب باش يدخلوا المكتب، ويظل يلزم النسق يكون أسرع حتى نضمنوا ظروف ملائمة في العودة المدرسية، وأنه يقعدوا يقرأ، وأنه ما نعيشوش نفس الانقطاعات والمشاكل اللي صارت قبل. تشوفش اللي الوجود على عين المكان يعني يمكن يكون خير باش نوصلوا للارقام المأمولة من انه نعملوا على الاولياء باش يسحبوا اولادهم لمراكز التلقيح؟ احنا من الاول مشينا استراتيجيه تاعنا، مشينا بالاولويات، فهمتوا لي؟ نمشيو فوق ال 40 سنه، وبعد هبطنا اللي ما بين 18 و 40 سنة، ومن بعد مشينا للفئة اللي أقل من 18 سنة، 15 و 16 و 17 سنة. احنا بديناهم على خاطر استعدادنا للعودة المدرسية، ولكن ما تنساش أنا ما نخافش غدوة باش يدخل للمدرسة للمعاهد، خاصة اللي المتمدرسين. اللي غير متمدرسين لازمنا نلقاو حل كيفاش باش نكملوا نلقحوا لهم. أما المتمدرسين مستنسى معناتها المنظومه نتاع الطب المدرسي والجامعي مع وزاره التربيه مستنسين بالتلقيح، وانا محقق حتى اللي ما لقحش قبل ما يدخل سيقع تداركهم في المدارس، وفي خاصه في المعاهد، هما اللي عمرهم 15 16 17. معناتها ترى الفئه اللي اصعب اللي هما ما يقراوش في العمر هذاك، هما منقطعين على الدراسه، هما هذوكم اللي لازمنا نلقاو كيفاش نمسهم، يا اما على بواسطه خاطر معناتها وزاره الشؤون الاجتماعيه، خاطر شوفوهم كومون اي سون ستركتوري اللي منقطعين، يا اما يبداو في المدرسه في الوسط المهني معناتها في سورتو لي زيكول هذوكم، والا يبداو باغ اكزومبل فما دي كروبمون تاع لي كروبمون اس او اس ولا غيرها. لازمنا نلقاو حل، خاطر تو سكي منظم هذاك ساهل، والتلقيح احنا مستنسين في وسط المدرسي نلقحوا في السنه الاولى، السنه الثانيه، في السنه السادسه، السنه السادسه ثانوي، عدنا وفيسع نعرفوا التنظيم وكيفاش نلقحوا لهم. اللي اصعب اللي باش نمسوهم هما اللي ما همش كي سون با ستركتوري، دونك هذوك يلزمنا نخليوهم الباب مفتوح معناتها يوميا باش نجموا نلقحوهم. واحنا راهو توا اليوم سيت اون فيريتابل جورني اوفيرت، بيسكو الفئات العمريه كلهم اللي باش يلقح ينجم يلقح اليوم، مش اليوم بركه، حتى غدوه، حتى نهار اثنين، تعرفوا اللي بعد منتصف النهار كل الفئات العمرية اللي بعد منتصف النهار اللي فوق ال 18 سنة نجموا نلقحوا لهم. اللي فوق ال 40 سنة فما نوعية من التلقيح، اللي ما بين 18 و 39 فما نوعية من التلقيح، وفما إمكانية توا كيف احنا اليوم عملنا 15 و 16 و 17 هذول باش نحلوا زادة ال 15 16 17 كل يوم في المراكز، مراكز معناتها القارة اللي هما 96 مركز. عندك مراكز الصحة الأساسية اللي هما توا حسب تقريب 350، السيد الوزير قال باش يفتح باش يوليو بتاتر 1000 مركز. عندك الصيدليات، فما الأطباء الخواص، عندنا عدة قنوات معناتها باش نلقحوا في الوسط معناتها الجامعي، تعرفوا فما خدمه كبيره على المستوى الجامعي، على خاطر ما ذكرتوش في البلاتو اليوم، ولكن هو مفتوح لهم، فما يعني مواعيد خاصه. خاطر احنا علاش نلقحوا لل 15 16 17 سنه؟ هو باش نكسر، باش نقصوا معناتها نكسروا الحلقه العدوى، خاطر نعرفوهم هما حتى كي يمرضوا ما عندهمش معناتها تعكرات ولا ما تجيهمش حالات خطيره. هل انا باش يقعد ديما ترخيص الابوي مطلوب دكتوره؟ هما باش يعديو، وما ننساوش الاسره التربويه، عايش نداء للاسره التربويه اللي هي عندها 40 سنه ولا اقل من 40 سنه، كيما نلحوا باش اولادنا يلقحوا، نلحوا زاد على الاسره التربويه، هما اللي يسون
beaucoup en contact مع الاولاد كو سوا الصغار والا اوسي الكبار اللي في المعاهد. التلقيح المعمول بها نعرفوا ديما يلقحوا الصغار من غير تراخيص ترخيص ابوي، يعني وقت اللي يجي موعد تلقيح سنه ثانيه ولا يعلموا يعني. لا بالترخيص. احنا في المدرسه كي تجيك انت في الوقت اللي قبل العام امه ولا ابوه هذاك في المركز الصحه الاساسيه ولا مركز الام والطفل، ما الولي يجي وقت نلقحوا له قدامه، ولكن في المدرسه ديما المدرسه تبعث ترخيص ورقه ونقعد نستناو هكا الورقه وقتاش تجي. وفما خاطر فما اولياء يحبوا يختاروا باش يلقحوا لاولادهم مش في المنظومة المنظومة العمومية يعني. ينجموا الطبيب الخاص يلقح لهم، يقولون لا احنا ما نحبوش، ولكن الاخرين لقحوا لهم الكل. نستناو تجي اكل الورقة، نلموا الاوراق ومن بعد ننظموا بالقسم، ومعناتها هذا معمول به الكل نفس الاجراء باش يتعمل في هو. احنا عملنا المرة هذه نفس الاجراء كيما ما نجموش نلقحوا واحد عمره 15 سنه ما غير رخصه الولي نتاعو لي مينور في الوسط المدرسي. انت كي تهز ولدك في المدرسه يعني تو لو كونفي، عنده مسؤوليه المدير المعهد. وقت تجي باش تلقح له يلزمك تاخذ رخصه. اي حاجه باش تعملها للصغير اماك سوا حاجه استعجاليه اللي تخص بالصحه نتاعو يلزمك تاخذ اذن من عند الولي نتاعو. اوموا هو الواش باش يبدا في باله اللي ولده عمل تلقيح، باش كان فما اي اعراض تجيه سخانه ولا يدو توجع يبدا في باله وباش يعرف اللي هو عمل التلقيح. اما هذا كل مستانسين به، هذا توا 60 سنه يمكن مش يعني الواش. الاشكال في وعي الاولياء بالمساله، خاطر هو صغير ماهوش باش يتحمل هو المسؤوليه في انه في عمره هو. لا هما يدزوا فيهم توا يظلوا الصغار يحبوا يلقحوا توا تلمو، معناتها فما اون امبيونس الناس الكل ملقحين. اي وقتاش تهزني بابا باش نلقح. انك النهار جاي واحد عمره 13 سنه ولا 16 سنه دونك مع ابوهم حتى انا زاد نحب نلقح يحب يلقح، معناتها المعلومه وصلت كيما وصلت لهم معلومه اللي التلقيح باش يحمي. دونك يحب يلقح كيما الاخرين. دونك هو باش يدز الولي نتاعو كيما يدز الولي نتاعو باش ينحي سواقرو، باش يدز الولي نتاعو باش يهز يلقح له. ما عندناش اشكاليات مع هذا، اما الاشكاليات هو التواصل خاصه فيما يخص اللي مازال لنا اللي فوق ال 40 سنه واللي اقل لي ريزيستون على للتلقيح. مازالت فما فئه نتاع التوانسه كي سون ريزيستون. انا البارح واحد جاني قال لي انا راني مش بتلقح مانيش مقتنع، ولكن باش نلقح خاطر يلزمني نسافر. قبل ما تلقح خاطر تسافر خاطر باش تاخذ الباس فاكسين لازمك تلقح، هذايا يلزمهم برشا حصص من عنا احنا، معناتها في التواصل على وزاد ديريكت ما بين مع الطبيب المباشر في الاسره في العائله. باش يفهموا راهو التلقيح باش يخلينا نعيشوا عيشه احسن، نوليو نجموا نخرجوا للقاوي، نوليو نمشيو نعملوا فواياج سون بروبليم، نمشيو اي. هذا هو الهدف من التلقيح. سي انيس، يمكن تسهيل اكثر في مساله التلقيح انه تلقاه في كل الاماكن القريبه ليك، الصيدليات بيانتو الاطباء زاده، هذا من شانه انه يسهل اكثر ويسرع ان نوصلوا لارقام كبيره، خاصه على المستوى اللي كانت تحكي فيه دكتوره رافلة أنه يمكن الاقتناع يكون خير، خاطر مرات يحسك الطبيب قريب له وعنده فيه ثقة 100% يقول له كل حاجة راهو هكا، يسمع كلامه أكثر وما عادش محدد بيوم معين باش يتنقل ويتحول، هو يلقى الأريحية نوعا ما في هذا. صحيح صحيح، احنا درسنا وحاولنا نفهموا علاش فما نوعا من الريزيستانس على الفاكسان في بعض الفئات، ومن الاشياء كما تحكي انت مساله ثقه، مساله تخاطب مباشر، مش كما واحد يتخاطب مع طبيب ولا صيدلي واللي هما اثنين يمثلوا الحلقه الاقرب للمواطن والعائلات. حاولنا نفهموا دونك مشينا لهم ديما بالمحافظه على مبدا هام، مبدا الشفافيه ومبدا العداله بين المواطنين الكل. هيك علاش منظومه تيفاكس هي ضامنه للاشياء هذه. الحاجه الثالثه اللي هي يظل لي مهمة ونعتقد اللي اليوم فما حملة تشكيك حول التلقيح ولا حول المرض بيدو،
بيظل لي بدينا نجاوزوها تدريجيا. علاش؟ لانه للاسف دفعنا ثمن غالي للنيجليجونس اللي عشناها في فتره ما، 24,000 وفاه تويس الله يرحمهم وصبر عائلاتهم ماهوش شويه، هذوما كنا نجم نتلافاو برشا اذا تقيدنا بالاجراءات نتاع اللي نحكيو عليهم. ولكن اليوم نجموا نواصلوا ونتحسنوا في الوضعيه الوبائيه اللي هي الحمد لله تحسنت، وما نجموش ننكروا لدوله تلقيح في التحسن نتاعها موجود وهذا اكيد، ولكن مازالت تخوف، مازالت نجم ترجع. لازمنا نرجع لل معناتها اللي ديتو اقل من اللي موجودين تويك، ولكن فما نوع من الريزيستانس خاصه في الفئه العمريه اكثر من 40 سنه هي اللي تقلق اكثر، لان الفئه اكثر من 40 سنه وقت اللي تمرض هي تاثر على المنظومه الصحيه وتاثر في يكون فيها اكثر حالات خطيره واكثر حالات وفيات، وهيك علاش ندعيهم وناكدوا عليهم. بخلاف هذا احنا كل المراكز للتلقيح مفتوحة في كل يوم بداية من منتصف النهار للناس الكل، واحنا تو قاعدين مع بعضنا نجم نعطيك نقول لك في ربع ساعة ولا أربع دراج هذوما ولينا 223 في الوقت هذاك. علاش احنا قلنا 323 سامحني 323 في الوقت هذايا، اللي احنا في العشيه نعرفوا اللي باش يكون فما اقبال اكثر من اللي كان موجود الصباح ومواصلين. انا نحب نتوجه مباشره للمواطنين ونقول لهم مازال عندنا الوقت ساعتين من زمان ولا اكثر شويه توا يتوجهوا لمركز التلقيح. اللي موجود في مركز التلقيح الساعه الخامسه راهو باش يتلقى، حتى كان خلطه الساعه الخامسه باش يقعد حتى لين يكمل الناس اللي موجودين في مركز التلقيح الكل. معناتها نتوجهوا ما نقعدوش نستناو اخر دقيقه باش نفيد الاكتظاظ هكا اللي محطوط، ولكن من تو نمشيو نتوجهوا الناس اللي هما معنيين كما قالت مدام تاج براتيكمون الناس الكل. اللي اكثر من 40 سنه يمشي مهما كانت الصفه نتاعو، اول جرعه ثاني جرعه، اللي تثكيه في مودرنا وقاعدين نشوفوا اللي في الفئه هذه فما اقبال محترم معناتها في الجرعه الثانيه، ويقعدوا الشباب نتاع 15 16 17 سنه نحبوا كيف كيف نحميوا منظومه التربيه والمدرسه ونمشي. باش نرجعوا معاكم مقبل هذايا نمشي لزميلتنا زهره فضلي من وادي الليل من مدرسه الشارع ومعهد شارع الاستقلال. تفضل زهره. مساء الخير يسر، ومساء الخير لكل متابعي الوطنية الأولى. نحن في مواصلة لمتابعة اليوم الخامس المفتوح للتلقيح، انتقلنا إلى معهد شارع الاستقلال بوادي الليل، وين نراو حقيقة يسر أن القاعات نتاع التلقيح ممتلئة اليوم توا الساعة ثلاثة غير ربع، يعني المواطنين مازالوا قاعدين يجيو وقاعدين يلقحوا. معنا الدكتورة سميرة الهاشمي رئيسة مركز التلقيح معهد شارع الاستقلال بوادي الليل، مرحبا بك. عايشك. اعطينا، نحن قاعدين قلنا نشوفوا في يعني توافد المواطنين للتلقيح اليوم، نفس من منذ الصباح الى حد الان قد سجلتوا نسبه الاستقبال المواطنين؟ هو كان نسق متواصل من الصباح لتوا، عملنا 1813 جرعه، تقدمت لجوز شرائح عمريه من 18 ل 39 سنه اللي هما باش ياخذوا الجرعه الثانيه من فاكسان موديرنا، والمتخلفين على الجرعه الثانيه في الاسترازينيكا زاد عندهم اليوم يوم مفتوح ينجموا يجيو يداركوا معناتها التخلف نتاعهم، واللي اكثر من 40 سنه اللي ما لقحوش ينجموا اليوم يتفضلوا يوم مفتوح ينجموا يجيو يلقحوا. يعني شفنا تنظيم، عملتوا تنظيم محدد بالنسبه للي من 18 سنه ل 39 سنه، وبالنسبه الى 40 سنه فما فوق هناك يظل قاعات مخصصه. كيفاش تم التنظيم؟ التنظيم تم، ثم قاعات مخصصه للاسترازينيكا بالنسبه للجرعه الاولى والجرعه الثانيه، وعندنا قاعات مخصصه للموديرنا اللي هو من 19 من 18 ل 39 سنه، باقي القاعات مع قسم اللي خذا اللي جاه اس ام اس واللي ما جاهوش اس ام اس، دونك عندنا كل قاعه وشنو متخصصه فيها. دكتوره، في حال انه فما شكون تخلف عن يعني اخذ الجرعه الثانيه نتاعو من اللي لقح المره اللي فاتت واليوم ما جاش من يعني اللي خذا اللقاح يعني الاول وانه اليوم ما يجيش، شنو ينجم يصير عليه؟ شنو ينجم ينتظر عليه؟ هل فما غات خباج والا ما يعني اذا يفوت اليوم؟ هو بطبيعته باش يجيه ان اس ام اس، اي
ما تخلف ما جاش اليوم باش يجيه ان غابيل دي اس ام اس ويحط له المركز اللي باش يلقح فيه وين متوفر الموديرنا، خاطر نحن بعد نشوفوا انه وين انهم لي سونتر اللي باش يلقاو فيهم الموديرنا. الاعداد بالنسبه للمره الاولى وتوا كيفاش ترى نفس النسبه نتاع الاستقبال الاقبال والا لا؟ هو اقبال به مش خايب، تبقينا باقي تلقى الرابيل اقل من الجرعه، ونحن مرونا عملنا 3600 جرعه بالنسبه للواد اللي فهمت، دونك توا باش نلقاو اقل لانه ثم شكون باش يمرث، ثم شكون باش ياخذ جرعه بركه، دونك ما نجم يكون كان اقل من العدد هذاك بالنسبه للموديرنا. وبالنسبه للاقبال نتاع الاسترازينيكا نتصور كونه اللي اكثر من 40 سنه جلهم ديجا خذوا جرعه، دونك بالطبيعه باش نبدا اقل من الاقبال الاخر. شكرا لك دكتوره سميله الهاشمي مديره مركز التلقيح بوادي الليل. كما كنا نشوفوا فما منظمات المجتمع المدني يسر قاعدين لهنا كيف كيف، هما بدورهم يقوموا بدورهم في اليوم الخامس المفتوح للتلقيح كما الايامات اللي فاتت. معانا سي ايمن الورغي معتمد وادي الليل باش يحكينا على كيفاش تم التنظيم، كيفاش تعاونوا مع منظمات المجتمع المدني لانجاح اليوم الخامس المفتوح. مرحبا بك سي ايمن. مرحبا، اهلا وسهلا بالتلفزه الوطنيه، فرحانين اني زرتونا في معتمديه وادي الليل. اذا التنظيم كيفاش؟ التنظيم ساخن نقول اليوم الخامس من الحمله المفتوحه المكفه الاذن بها السيد رئيس الجمهوريه استاذ قيس سعيد، وكالعاده اليوم نعملوا في رابيل للجماعه اللي خذاو الدوزه الاولى 18 سنه حتى 39 سنه، ورابيل للجرعه الثانيه 40 سنه فما فوق اللي خلفوا الرونديفو نتاعهم الموعد نتاعهم، وميم طو في نفس الوقت يعني اللي مازالوا ما خذوش الجرعه الاولى 40 سنه فما فوق قاعدين زاد نزرقوا لهم. يعني التنظيم كما شفتم مقسمه اونتر بلوك ثلاثه اقسام. الجرعه الاولى اللي ما تلقوش الجرعه الاولى 40 سنه فما فوق عندهم قاعه وحدهم استرازينيكا، الجرعه الثانيه نتاع 40 سنه فما فوق وخلف الرونديفو نتاعو قاعه رقم اثنين هيك استرازينيكا، وبقيه القاعات للموديرنا لل 18 حتى 39 سنه. الناس كل حاولنا باش نشروا الايام هذيا، وهذا هو بعد ربي سبحانه السبيل باش نمنعوا المواطنين اللي هو لازمهم يجيو يلقحوا تشاركوا في التنظيم كما تشوف هذه السلطات المحليه من معتمديه والبلديه والصحه العموميه والجيش والامن مشكورين جدا على تامين العمليه، ومنظمات الوطنيه يعني الكشافه التونسيه، الهلال الاحمر، اتحاد عام التونسي للشغل زاد معنا، اتحاد المراه معنا، المصائف الجولان، الجمعيات المحليه الناشطه في وادي الليل كما جمعيه الاسره والطفل، جمعيه الشريك الفاعل، يعني صنهاجه غدوه خير، زاد مستقلين، مجتمع مدني مستقلين، حق في الناس كل مدت ايديها وعاونت. تصير ديما اجتماعات تحضيريه في المعتمديه، ثم اجتماع ميداني وين نعملوا فيه التراسابيليتي اللي تشوفوا فيه هذايا، البلون تاعنا بلون داكسيون، شنو هي الشريحه العموريه، كيفاش لازمنا نستقبلوهم، الميساج اللي لازمنا نوصلوه، ومن بعد اليوم اون باس لاكسيون نستقبلوا الناس باش نلقوا. الحمد لله على المستوى المحلي معتمديه وادي الليل كلاسيه هي في المرتبه الاولى والمرتبه الثانيه، في فئه عمريه هي في المرتبه الاولى وفي فئات عمريه هي في المرتبه الثانيه. كان تعطينا توضح لنا اكثر، تعطينا بالارقام كان عندك؟ به الارقام هي 40 سنه فما فوق في اليوم الاول 4200، 18 سنه حتى 39 سنه 3630، هذا ما في التلقيح اليوم الاول. ثم خدمنا كان تتفكروا ال 15 و 17 سنه وخذينا معاهم زاد 40 سنه فما فوق، اليوم هذاك عملنا فيه اكثر من 3400. في الجرعة الثانية، الحقيقة الجرعة الثانية الإقبال كان أقل شوية بحكم زوز عوامل، العامل الأولاني اللي هنا رتسبت ثم اللي يخدموا في القطاع الخاص يخدموا، العامل الثاني اللي هما ثم ناس مرضت بالكوفيد، واللي مرض بالكوفيد ياخذ كان دوز واحده، دونك اوتوماتيكمون يعني بطريقه اليه اللي عدد المخذين الجرعات الاولى اكثر باش يكونوا من عدد المخذين الجرعات الثانيه. الجورني هذه توا هنا ديباسي 2000 فوتنا ل 2000، احنا من المنتظر عندنا 3630، لكن في 3630 ثم برشا ناس مرضت بالكوفيد، دونك باش ياخذوا بريمير دوز افيك كوفيد تتعدى. حتى اللي ما جاهوش اس ام اس نقبلوا فيه زاده، حتى ثم ناس بحكم ثم شويه اشكاليات في المنظومه ما جاتهمش لانفيتاسيون باش يجوا يعملوا الفاكسيناسيون نقبلوه، التلقيح حتى الخمسه نتاع العشيه وحتى اللي يجي نقبلوه، ما نقعدوا نلقحوا الا ما نكملوا الناس الكل. يعني من خلال التلفزه الوطنيه الدعوه الاهالي وادي الليل اللي مازال ما لقحش مهما تكون الشريحه العمريه نتاعك 40 سنه فما فوق والا من 18 39 سنه، التوجه حالا وفوريا المركز التلقيح شارع الاستقلال، اجا لقح باش تحمي روحك، تحمي صغارك، تحمي الناس اللي تحبهم، باش نجموا نرجعوا لحياتنا العاديه ونرجعوا في صحه وعافيه، وربي يحمي تونس. يعطيك الصحه ايمن الورغي معتمد وادي الليل، وكما كنا نسمعوا في انه الدعوه الى قبل من هوني الى الخمسه تاع العشيه ما زالت مراكز التلقيح، ونحن من دورنا ومن مهمتنا كيف كيف لدى المواطنين
مازال فما الوقت، امشيوا لمراكز التلقيح لقحوا الجرعه الثانيه، وكيف كيف اللي ما وصلوش زاد اس ام اس يمشي لقح. واعيد لك الكلمه يسر. شكرا لك زهره. اذا نحن من متابعتنا لزهره فما